خصيصا أصابت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي هي مقتل عثمان بن عفان رضي الله عن عثمان وصلى الله على رسول الله. نعم الفتنة أو المصيبة الكبرى التي أصابت هذه الأمة هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليتذكر موتي فإنها أعظم مصيبة. لكن المصيبة التي تحتل الدرجة الثانية بعد موته صلى الله عليه وسلم هي مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. نعم مصيبة كبرى وعظمى أصابت هذه الأمة، لأن الأمة قبل موت عثمان رضي الله عنه وارضاه كانت على قلب رجل واحد، كانت عقيدتهم واحدة، وكانت كلمتهم واحدة، وكانوا كالجسد الواحد، إذا مرض منه عضو تداعت له باقي الأعضاء. لكن بعد مقتل عثمان بن عفان تشرسمت الأمة وتفرقت، وظهر الفرق والطوائف التي تقاتلت منذ ذلك الحين إلى هذا الحين. ولذلك الذي لا يعرف كيف قتل وماذا حدث لعثمان بن عفان لا يفهم حاضره ولا يفهم مستقبله، فالذي لا يقرأ تاريخه يعيده بأخطائه.